الوالد كان رجل بسيط جدا الله يرحمه تعيشي، وطيب كتير كان، وكان يدللني كتير. يعني مثلا من أحد الأشياء اللي أنا ما بنساها، الأشياء اللي ما هي الأشياء الحلوة لازم تبكينا، يعني شيء عادي. أنتم مصرين تبكوني؟ لا والله كانت دمعتك غالية. بس قولي مثلا أنا لما كنت روح المدرسة الصبح كان هو يعمل لي الفطور. رحمة الله عليه. تعشي أعتذر. كان هو اللي يعمل لي الفطور، فعودني على مثلا من أنا وصغيرة باخذ، كان يحط لي بالمكسر فواكه أو تروحي على المدرسة. أكيد هذه من الأشياء المؤثرة كثير في شخصيتك. أنا لهلأ بعمل هذا الشيء لبنتك. بنتي ما بترضى تشرب، بس أنا لهلأ قبل التصوير وكل يوم الصبح بشرب هذا الشيء. كان يقول لي إنه هذا يعني بيعطيكي طاقة كل النهار، وأحيانا كان يعمل لي سلطة زيتون. طيب يعني هلأ هي ما بعرف شو بدي اقول لك، بس هو كان كتير حنون ومحب على بساطته، مع انه ما كان يعرف يعبر عن مشاعره. بس ترى مو بشرط احنا نعبر عن مشاعرنا بالكلام. اكيد شفتي هذا الموقف، هذا في حد ذاته تعبير عن المشاعر. ايه اكيد. اكثر نصيحة انقالت لك منه اثرت فيكي كثير؟ مثلا بتذكر بابا لما قررت اني ادخل على المعهد العالي للفنون المسرحية، لا بتذكر، قالي بدك تصيري ممثلة تدرسي، تفوتي على الأكاديمية تدرسي، أما تصيري هيك ممثلة تدخلي على المجال اللي نحن عنا بالسوري بنقول من فوق الأساطيح، إنه لا هذا ما بيزبط، بدك تصيري ممثلة تدرسي. ما تتمني إنه هالنجاحات الكثيرة اللي قاعدة تصيرك حاليا إنه يكون جالس ويشوفها؟ أكيد الله يرحمه، هو لحق فترة من هذا الشيء، ووالدتي كمان الله يرحمها، والدتي كمان كان لها دور كتير كبير ببناء شخصيتي وبحياتي المهنية وببناء الطموح. يعني هي زرعت فيني كيف يعني يصير عندي طموح، كيف ضل عم بحلم، كيف بدي حقق أحلامي. يمكن لأن هي ما صحت لها فرصة الدراسة أو ما كان عندها الفرصة تعمل الشيء اللي بدها إياه، فكل حدا كان له تأثير بطريقته. بابا كان كتير بشكل مختصر ومقتضى بيقول الأشياء وعلى بساطته. يعني يعني بتذكر مرة حضر لي مسرحية، كنا عم نعمل عرض اسمه صدى، كان نص وإخراج عبد المنعم عمايري، وكنا عم نعمل العرض، أنا عم نمثل أنا والأستاذ غسان مسعود، كان عم بيحضرها. فهيك كان الله يرحمه هيك لما يكون متأثر بيحمر وشه، كانوا هيك عيونه خضر كبار يحمر وشه، وبتحسي هيك بكل بتصير مشاعره طالعة من وشه. يعني أنا كنت عم شوفه وأنا على الستيج قدي كان متأثر بالحالة. أنت كثير الحين تأثرتي بهذا السؤال، أنا أعتذر جدا، أنا بخليك تفتحي صندوق ثاني. يا رب يكون شيء ما تحبينه عشان لو تطلعين من الحالة. هي ما بعرف، هي لا سوري كنت ايموشنال. والله حقت علينا. لا بالعكس، انت انسانه اولا واخيرا. يعني المشاعر جزء مننا. ما نطلع للعالم نفرحهم، ما نزعلهم. مو ممثله محترفه وممثله تجاريه، الصناعه فيها جزء بتكون معاييره تجاريه للاخر، وفي جزء بيبقى فيه المعايير الفنيه بتكون اعلى. لصاحب المعيار التجاري بيكون فيه شيء ربحي اكثر اكيد، فهذا بيضم ضمن هذا الشيء اكيد اسماء نجوم هن بينتموا لهي الفئه من الدراما من الصناعه. يعني لانه الممثل ممثل، هو بيقدر يكون بهذا المطرح او بهذا، احيانا امكانياته هي اللي بتلعب دور، واحيانا خياراته هي اللي بتلعب دور، واحيانا الصناعه هي اللي تلعب دور. والصناعه اكيد هي بتلعب الدور الاكبر. تلعب الصناعة دور أكبر بأنها تصنع من شخص نجم وهو لا يستحق؟ أي بيصير هذا الشيء بالحياة أكيد. طيب إذا ليه قلتي في كلامك نجوم، يعني بما معناه أنه تجاريين بحكم الصناعة، إذا أنت نفسك تقري أنهم هم نجوم؟ نجوم طبعا طبعا نجوم.
بس هل هم محترفين في المهنة؟ في أكيد هلا بيصيروا بعد مرحلة أكيد محترفين، في منهم بيكونوا هن مو هي مهنتهم الأساسية بس بيصيروا بعدين محترفين. في حالات من هذا النوع بتتطور وبتكتشفي فيها جوانب وكتير مهمة على مستوى الشغل، وفي منهم بيكون هذا هو النوع تبع يعني ماشتهم بالمهنة هي من هذا النوع، هي بتكون لعبتهم اللي هن شاطرين فيها. بالمقابل ممكن يكون في ممثل تاني من النوع اللي عنده موهبة عالية جدا ومبدع جدا بس ما يكون عنده ما بيقدر يكون بهداك المطرح. طيب انت ما تتضايقي انه انت ما شاء الله تبارك الرحمن، ما هو مدح وجه مشاهدين هذه حقيقة اسمحوا لي يعني انه انت يعني بروفيشنال محترفة وخلينا نقول أكاديمية في مجال عملك ومتقنة ومتقمصة إلى درجة الانغماس الكلي في الشخصية، وبنفس اللحظة يعني تكون على مستوى الصف إنسانة ثانية صنعتها الظروف كنجمة، ما يحس في خاطرك هذا الشيء؟ شوفي بصراحة أنا بشوف من الضرورة وجود كل شيء، يعني وجود الممثلة اللي من نوعي واللي الممثلة اللي من نوع الآخر أو اللي بتنتمي للشيء الآخر، لأنه كمان في شيء نحن دائما منغض النظر عنه أو منتجاهله. ما في حدا بيصير نجم بدون مجهود، هذا الشيء بده جهد، وأنا ما بحب أني أقلل من تقديري لجهد الآخرين حتى لو كانت هاي حالة النجومية هي العناصر تبعها أو مقوماتها مختلفة عن مقومات ممثل تاني، بس ما في حدا بيقدر يصير نجم أو يحافظ على مكانه كنجم من دون جهد كبير والتزام كبير بغض النظر عن النوع. فأنا ما بقدر ما أحترم هذا الشيء، وما بقدر ما أقول بأنه الصناعة محتاجة لكل هاي المستويات، لا، وخاصة إذا ما عرفنا بأنه المشاهد مشاهدينا يعني ذكي جدا مثلكم سرواكم. المشاهد قادر على الفرز، قادر على أنه يعرف هذه ممثلة صح ولا هي تتصنع المهنة. سوريا بها نجوم نساء كثر ولكن الرجال هم المتصدرين. حقيقة أنا ما بعرف، ما عندي جواب على هذا الشيء. يعني أنت حاسة فيها الكلام؟ طبعاً. طب حسب رأيك ليه؟ طبعاً أنا ما بعرف شو السبب، حتى بالعالم في هذا الشيء وبهوليوود من كم سنة أثير هذا الموضوع، يعني موضوع أنه بتكون في ممثلة نجمة ممكن تجيب ريت قوي على مستوى الريت، بس مع هيك دائماً عم بيكون أجر النجم الذكر أكثر، وعم بتكون النصوص دائماً مكتوبة ببطولات ذكورية أكثر. وحتى نحن بالصناعة عنا دائماً بيقولوا لك أنه ما بنقدر نغامر ببطولة نسائية مطلقة، لازم يكون حدا نجم شاب. هذه التحديات صنعت منك امرأة قوية أكيد. أكيد وطورت بشخصيتي كتير، وأوقات حتى بمرق بمطارح بتعب، بحس حالي متعبة، يعني بحس بالإنهاك، بس برجع نتيجة الشغف والطموح والإيمان بدور المرأة بالحياة والإيمان بموهبتي وبأني أنا مسؤولة أمام الناس اللي بيتابعوني وأمام نفسي وأمام الشيء اللي ربنا أعطاني إياه وهبني إياه أني ضل قاتل لآخر لحظة. بس ما تكسي على نفسك كثير أنه دايما لازم تلعبي دور المرأة القوية؟ ما تحتاجي للحظة ضعف؟ لحظة بالعكس خلاص. أنا بكتير عاملة، قصدك بالحياة ولا بالأدوار؟ ما أبغي في الأدوار، أنا أتكلم على الحياة. شوفي رح أقول لك شيء هلأ، بعتقد النساء الناجحات إجمالا عندهم وجهين بالحياة، يعني عندهم الشيء اللي يظهر إلى الآخرين والشيء اللي هن بينهم وبين حالهم. وإذا بتقري بالأدب النسائي تلمسي هذا الشيء جدا، وبتشوفي أنه معظم النساء الناجحات تجي بلحظة بوح وبلحظة تعري مع الذات، تجي بتقلك
أنا هشة جدا من الداخل وتعبت من إظهار القوة كل الوقت. صحيح. فهي الحالة متفاوتة بس هي هيك يعني أكيد بمرق بلحظات فيها ضعف وفيها شيء من الهشاشة العاطفية بمطارح أو النفسية أو بحس بالإرهاق بس ما بقدر برجع. أجمل شيء ممكن يعبر عنه أو المشاهد اللي عم بيحضرك يعني واللي أنا بقدره كثير حتى يعني ما بتصدق أحياناً في عالم بتسلم علي بالطريق أو بالمطار أو بأي مكان بشوف قديه هن متأثرين بالشيء اللي أنا مقدمته بشوفه بعيونهم بيكون بالنسبة لي أهم من أي مبلغ ممكن أقبضه على أي شغل وأهم من أي جائزة. فبشكرك على هذا الشيء. هلأ رب العالمين عاطيني على ما يبدو فعلاً موهبة الحمد لله يا رب يعني وإن شاء الله أكون قد المسؤولية عم كون أمام هاي الموهبة اللي ربنا طعمني إياها. بس إيه أنا بعيش مشاعر الشخصية بعيشها فعلاً حقيقي بعيشها يعني أنا بشتغل على مدرسة المعايشة ما بشتغل من برا مو تكنيك اللي بشتغله بشتغل على التبني تبني حالة الشخصية ودائماً ببحث عن الشخصية اللي ما أنا أحادية الجانب وإن كانت مكتوبة بشكل أحادي الجانب بضل عم ببحث عن جوانب أخرى أغنية بشكل توصل للمشاهد يشوف حاله بمطرح فيها يحس بني آدم لأنه نحن كبشر أنا ماني بس مجرد هاي الممثلة أو هاي هذا الشخص اللطيف اللي أنت هلا عم تشوفي أنا عندي كتير جوانب بشخصيتي وأي شخصية بأديها بالدراما هي عندها جوانب أخرى بشخصيتها يمكن طبيعة النص ما تسمح أنك تتطرقي لها كلها بس أنا كممثلة مهمتي أن يضف لها هدول المشاعر بشي نحن منقله قصة الشخصية ما قبل لحظة الذروة اللي هي موجودة بالعمل فهذا بيخليني أتبناها أتعاطف معها أنا ما بدينا للشخصية ما بقدر دين الشخصية اللي عم بعملها بحبها وببرر لها لأن هي بشر وأنا بالنسبة لي بعتبر أنه البني آدم دائماً فيك تبرري له لأن البني آدم هو كتلة من المشاعر المتناقضة وبيمرق بظروف متعددة فما فيك تحكمي على البني آدم بس من موقف بموقف أو بمرحلة في قبل هذا الموقف حياة وفي بعد هذا الموقف حياة في حياة فأنا بحاول أني جمع من كل هدول لأقدر حطها بهي الذروة ويقدر المشاهد يعيش معها فعلاً مشاعره بحسها هلأ ذكرتيني بشيء أنه في فترة بأكثر من حوار أنه مسكوا علي فكرة الأكاديمية أنه الممثل الأكاديمي والممثل الغير أكاديمي يعني الممثل ما بضرورة يكون أكاديمي أبداً التمثيل هو حالة المهم أنت تدعمي هي الحالة معرفياً وتعرفي تتعاملي معها ففي كتير معرفياً من أي ناحية؟ من ناحية أني أنا أدرس أكثر أتعمق أكثر أطور مواهبي أكثر أكيد أكيد حتى أو معرفياً من ناحية أني أنا لازم أني أعرف الشخصية اللي أنا على كل المستويات يعني على مستوى بأنه الممثل ما بالضرورة يكون أكاديمي بس هو بيقدر يحصل على المعلومات اللي تدعمه مثل الأكاديمية هي كتب بالأخير موجودة الواحد بيقدر يقراها نعم. الخبرة بس في مجال التمثيل وأساس أنه أنت تعززي هذه المهارات قد تكون القراءة مفيدة بس أنا أحس المشاهدة ممكن أنها تكون أكثر إفادة لأنه أنت قاعدة تشوفي كل الانفعالات اللي ممكن القلم والورقة ما يقدر أن يوصلها بشكل سليم المشاهدة ضرورية جدا وأنا بقناعتي الممثل لازم يحضر كل شيء كل شيء السخيف والمهم والتجاري كل شيء بتحضري بتشوفيه بتستفيدي منه حتى أسخف الأفلام وأكثرهم تجارية ممكن تستفيدي منه هذا مخزون لأنه حتى الشيء اللي منه منيح لما بتشوفيه بتتعلمي منه والشيء القيم بتتعلمي منه ومشاهدة الممثلين دائما والتجارب الممثلين بالعالم هي دائما قيمة مضافة جدا بس أنا قصدي يعني على المعرفة بكل مستوياتها بالمعلومات العامة بالمعرفة اللي بتخص المهنة بالمعرفة اللي بتخص عالم هي المهنة يعني أنا أحيانا بقابل بعض الناس اللي بتشتغل بهذا المجال بس ما بتعرف مثلا انه في سينما بإيران مهمة جدا او مثلا في سينمائيين بمصر ممكن يكونوا ما بيعرفون او سينمائيين عراقيين او مغاربة المعرفة ككل على نعم. كل مستوياتها هي مفيدة. دائما
مفيدة، لأنه نحن شغلنا أصلاً أنت بتلامسي جميع مجالات الحياة، فكل شيء بتتعلمي ولا بد أن يكون عندك علم في كل شيء. تجربة جميلة جداً جمعتك مع هذا النجم في الخواجة عبد القادر، هذا المسلسل المصري. أكيد تعلمتي منه. دكتور يحيى من النجوم والعمالقة بهي المهنة، يعني هو عملاق فعلاً بهي الصناعة. أكيد. لما وقفت قدامه لقيت حالي قدام فنان حقيقي ومثل حقيقي، لما بيصير قدام الكاميرا بيتجرد من كل إذا بدك البرستيج تبعه أو التايتل اللي ممكن هو يكون فوق اسمه، يعني هو بيكون إنسان وفنان بهي اللحظة، متعري من كل الألقاب وبتشوفي كتلة مشاعر قدامك. يعني أنا المشاهد اللي اشتغلت معه كانت ممتعة جدا، مجرد التطليع بعيونه والتواصل اللي كنا نتواصله بالعين كان رائع، يعني كان ملهم. بعدين انت بتشوفي قديه هدول الناس اللي من هذا الجيل وهدول القامات الكبيرة هن اكتر الناس التزام بالمهنة، صحيح، بمواعيدهم باخلاقهم المهنية. هو إنسان طيب جدا ومحب جدا ومعطاء للشخص اللي قدامه. رغم دورك الكثير ملفت للنظر في الخواجة عبد القادر، المشاهد كان متوقع أنه رح يكون لك أدوار أكثر في مسلسلات مصرية أخرى، لكن توقفتي بشكل مفاجئ. ليه؟ هلأ الأشياء اللي إجتني بعدين صراحة ما كانت بالمستوى بنفس المستوى، يعني أنا كان عم بيجيني قبل الخواجة عبد القادر أعمال ما كنت عم بقبل فيها، بس ما قدرت أقول لأ لنص عبد الرحيم كمان أبدا، وبوجود الدكتور يحيى، لأنه كانت تجربة استثنائية فعلا، والنص كان راقي راقي وعم بيطرح أفكار يعني غاية في الروعة، يعني من أجمل النصوص فعلا. اللي صار بعدين أنه ما إجاني شيء على نفس هاي السوية أو حسيت أني أنا بقدر لاقي حالي فيه. حياتنا طبعا للممثل أسلاف، لكن في تصريح لها يوم من الأيام تقول فيه أنها كثير حزينة بأنه تأخرت كثير في أنك تحصلي على ما تستحقي من الشهرة ومن النجومية، وتأخرتي وأنت تلعبي الأدوار الثانية والثالثة، رغم أنه أنتوا بديتوا مع بعض تقريبا نحن من نفس الجيل، بس سلاف بلشت بالمهنة قبلي، أنا كنت لسه عم بدرس بالمعهد المسرحي، هي كانت مبلشة شغل. فهلأ شوفي، ما دائما الممثل بيكون هو متحكم بمسار مهنته، بس هي معها حق. ايه أنا طولت شوي وتعذبت، بس تصريحها هذا تاخذيه بعين المحب؟ ما بشوف، يعني ما بحب شوفه هيك. لا ما انت بزن. ما تحب تشوفيه لانه انت حسنة الظن في الناس بشكل عام، انا ما اقصد هنا اخاف حسبوني شيء ثاني. انا بشكل عام ايه حسنة الظن بالناس، ايه، وما بحب افترض الأسوأ، بس لابد من وجود يعني الغير الفنية هي موجودة ما بين الفنانات بشكل عام. اكيد اكيد. بعدين انا وسلاف نحن عنا نفس الاسم، وبالنسبة للناس يعني أنا بتذكر ببدايات المهنة تبعي أول ما تخرجت كنت لسه ماني معروفة، فمو الأسماء متشابهة، فكان دائما يتلخبطوا بهذا الشيء. وهذا الشيء ضل لوقت منيح لحتى بلشت العالم تعرفني كتير منيح ويعرفوا أنه أنا سلافة، وهي يعني أنه كل حدا مين، بس أنا لا ما بعتقد أنه هي كان قصدها شيء سلبي بهذا التعليق، بس أنا فعلا تعذبت لقدرت أخذ مكاني، يعني ما كانت الأمور سهلة بالنسبة لي أبدا. ما كانت الأمور سهلة. حسن الظن اللي عندك عادة هو؟ ولا هو طبع؟ حكم علي بطريقة معينة أو أطلقوا علي حكم معين ما كان حقيقي أبدا، بس مع التجربة ومع اللي هو الوقت، يعني ما بعرف، هن كتار للأسف كتار. بدي أقول لك شيء واحدة تكون تستحق إنه الذكر، يعني ما بعرف إذا هي بتناسب هذا الشيء، بس يعني أوقات أنت بتقولي تصريحات بينحكم عليك من خلالها بأنك مثلا أنت
متعنتة لآرائك أو أنت عندك حالة من الفوقية أو التعالي على حالات معينة مهنية مثلاً ضمن تصريح معين، بس هي القصة ما بتكون هيك أبداً، ومورس علي ضغط شديد يعني بسبب تصريح معين قلته مرة من المرات. بس تقدر تقولي الحين ولا لا؟ ما بدي أرجع لأن أفتحه للموضوع لأنه لا يستحق، يعني شغلة صحافة، بس أنه أوقات بيكون تصريح صغير بيخلي ينطلق عليك حكم مطلق بطريقة معينة بتعاني منه لفترة من الزمن لحتى ياخذوا فرصة الأشخاص يرجعوا يعرفوكي ويشوفوا القصة بالعقل ويفهموا عن جد أنت شو عم تقولي، لأنه الناس أحياناً بتاخذ السطح من ما يقال، ما بتكون فهمانة المضمون. هلأ أنا بتمنى أني ضل عم بشتغل للحظة اللي بدي موت فيها، بس أحياناً بفكر بأنه يمكن في وقت معين حس حالي تعبت، فبحب أنه ضل قيمة مضافة لهذا الشيء، يعني بحب أنه أنقل خبرتي اللي أنا كونتها عبر السنين لا 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 يعني لممثلين ناشئين أو ممثلين حابين. تدرين من دخلتي الاستوديو مع هذا اللون الذهبي والشعر الذهبي، أول شيء خطر في بالي أقول يا ربي بهعرق ما هو بعربي. والله هذا أول سؤال سألته حق نفسي، في عندك أصول ما هي بعربية؟ لا أبدا، عربية بيور. أنا هي قصة حياتي من طفولتي، دائما هيك بيسألوني. بس أنا بعتقد هذا له علاقة بأنه نحن مرق كتير أعراق يعني على المنطقة تبعنا، فبتخيل هذا أحد الأسباب، وأحد الروايات بتقول أنه نحن أصل العائلة من الأناضول. فما بعرف إذا الدراما لأنه إلها دور اجتماعي بالأخير، والفن إله دور اجتماعي، فالجرأة أنا بلاقيها ضرورية. بس المهم بالجرأة، لما أنت بدك تتناولي موضوع في جرأة لازم تكون المعالجة الدرامية كثير عالية، عالية جدا وفيها وغير خادشة، وغير خادشة، لأنه الجرأة ما بالضرورة تكون خادشة، الجرأة بالفكر، صحيح، بالطرح، بالموضوع، بأنه نحن كيف بنقدر نكون سباقين أو كيف بنقدر نسلط الضوء على مشاكل مجتمعاتنا بشكل جريء ولكن عميق ومفيد. ما يكون الجرأة بس لمجرد أنه نحن نعمل شيء يعمل ترند، يعني الموضوعين مختلفين عن بعض تماما. بس أنا مع بنتي ما بتحضر عربي أبدا، ثقافتهم كتير أمريكية وبيحضروا كل شيء غربي حقيقة، ومؤسف هذا الشيء. لما بلشت هلأ شافت الفيدباك أو يعني ردود الأفعال عند أصحابها وعند أهل أصحابها لما بتروح، قامت قررت أنه تحضر. ففجأة هيك إجت قالت لي ماما أنت فعلا كتير شاطرة بشغلك، أنت من جد كتير شاطرة بشغلك. قاعدة تسمع ردود أفعالهم من الناس. إيه يعني هي قبل ما كانت أبدا تحاول تحضر، يعني تقلي ما بعرف ما عم بقدر، يعني ما عم تقدر كانت تندمج، بس بهذا المسلسل إيه ومؤخرا الحمد لله عطتني كومبلمنت. هلا شوفي أنا بهذا الموضوع الأيدل يعني أو المثل الأعلى تبعي بهي المهنة هي ميريل ستريب، من لما كنت تلميذة بالمعهد المسرحي لهلأ. أنا بعتبرها أنه هاي المرأة عندها كارير، عندها مهنة، عندها مسيرة مهنية غنية جدا جدا، يعني اشتغلت مع العمالقة الكبار واشتغلت مع العمالقة اللي أصغر منها الموهوبين جدا، عندها تجارب تجارية، عندها من السينما المستقلة، عندها الأشياء التجريب، عندها جميع أنواع التجارب. أنا لهلأ ما قدر حدا، أنا كممثلة يعني دايما بحس أنه ميريل ستريب هي الممثلة اللي أنا بحس عندها المهنة الأفضل. شوفي لكون صريحة معك، أنا ما بشوف الأمور بهي الطريقة، بشوفها بشكل أي كثير أبسط. شوفينا يعني ما بقعد أفكر أنه هل كان، أحيانا ممكن تكون الدوافع الغيرة، أحيانا ممكن تكون الدوافع الخذلان بأسباب تانية، أو بيكون الشخص هو فعلا ما بيقدر يعني نحن بطبيعة شغلنا، أنت بتقضي بالست بالتصوير أوقات طويلة كتير أكثر ما بتقضي مع عائلتك، صحيح. ف
فدائما انت بتكوني في لحظات متعبه فيها، مرهقه، مضغوطه، بحاجه انك تبوحي بشيء، بيقوم بصير عندك حاله بوح عفويه جدا مع احد الاشخاص، يعني ضمن هذا الشيء اللي عم بيصير بالشغل او ضمن اليوميات او بلحظه معينه، بتقومي بتحسي بعدين انك. لكن قد يكون انه ممكن يكون هذا السبب اللي خلى نظرة بعض المخرجين في بداياتك انهم يتقبلوا صعوبة وجودك او اعطائك ادوار في المسلسلات الشامية. جدا، مو بس بالمسلسلات الشامية، حتى بالمودرن. يعني انا اول ما تخرجت كان كثير عندهم مشكلة بشكلي، بانه انت ملامحك غربية، ما بتبيني بنت البيئة. فكان عندي تحدي، يعني اشتغلت عليه بانه صرت اطلع من شكلي قدر الامكان. فعملت كثير تجارب بعيدة عن شكلي تماما، يعني حتى اني اشتغلت بدوي مرتين. نعم. يعني بمسلسل ابواب الغيم او بمسلسل توق مع الاستاذ شوقي الماجري ومع حاتم علي الله يرحمه. فكان هذا من احد التحديات، يعني كنت كل الوقت عم حاول اختار الاشياء اللي تطلعني من هذا الاطار بالشكل.